بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إلى حصنكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي. فنفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا، أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. ساروا ولكن خلفوني بعدهم. هاي العليلة، هذه بنت الحسين فاطمة، لما ذهب ورحل أهلوها بأجمعهم كلهم، ظلت تنعى قاعدة بالدار تنظر يمين وشمال. رحلوا وما رحلوا، أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصب الدمع صوب عهادي. وسرت بقلب المستهامر كابهم، تعلو به جبلا وتهبط وادي. وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا، وما فيها سوى الأوتاد. يا دار، أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي؟ أمر الحسين بالرحيل، هيئوا المحامل، هيئوا الهوادج، كل هودج كل محمل لامرأة من بني هاشم. أمر الحسين عليه السلام أن تركب النساء، ركبت ليلى والرباب والنساء،
لكن بقت الحوراء زينب سلام الله عليها، من الذي يركبها؟ وويلا، عرفت من الولاء. دخل عليها علي الأكبر فأبت الخروج. التفت الحسين: أخي عباس، إن زينب تدعوك. دخل عليها أبو الفضل: يا زينب هيا بنا إلى كربلاء. نظر الزينب صاحت: أنا بشاير بك، أنا بشاير بك. لا تقول مدري مدري يا عباس، يا صوان خدري. قومي زينب بكفالتي، أركبها أبو الفضل العباس. لكن متى تذكرت زينب؟ لما ضربوها يوم عاشوراء. أين العتاب يا زينب؟ توجهت إلى الشريعة، توجهت إلى أبي الفضل: ادخي إليك خويا، ادخي إليك، ادخي لك يا اللي مقطع بالشريعة، بالشريعة لأن الندر رجفوف قطيعه. يا عباس يا عباس يا عباس، من تلي جبتني بيدك يا خويا، ركبتني خويا، وطول الدرب ما فارقتني. انا دقعيد 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 يا خويا، وقوم ردني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لتعجيل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، ولقبول مجلسنا وشفاء مرضانا، ولكي نتقدم قليلا إلى الأمام إن شاء الله، صلوا على محمد وآل محمد. لا بأس إخوان تجون قدام، خاطر يصير مجال للإخوة اللي يجون يأخذوا راحتهم بالقعدة، إخوانكم المعزين إن شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء. الآية الكريمة إخواني تشير إلى معنى جدا مهم. هسه هذا المعان إما عقائدية أو تاريخية، إلى عدة معان على المهم. كلمة التوفي، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هاي بداية الآية. كلمة التوفي في القرآن الكريم لها ثلاث معان. المعنى الأول هو المعنى المعروف اللي احنا نعرفه، اللي تطلع روحه، الذي يموت فتخرج روحه، شنقله توفى، توفى يعني مات خلاص. إذن أول معنى للتوفي في القرآن بمعنى الموت، والآية تشير إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني هنا التوفي بمعنى الموت. بارك الله فيكم، واكبني بالكلام وتوجه لي، أحسنتم. زين، إذن المعنى الأول للتوفي في القرآن الكريم بمعنى الموت. المعنى الثاني للتوفي في القرآن الكريم بمعنى النوم، اللي ينام هم يتوفى. شنو الدليل؟ آية في القرآن عندنا، بسم الله الرحمن الرحيم: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. زين، الإنسان يموت هم بالليل وهم بالنهار، صح؟ أكو ناس يموتون بالليل وأكو ناس يموتون بالنهار، بس هنا الله قيد التوفي وين؟
بالليل، يعني هذا التوفي شنو، هذا مو الموت، هذا النوم. لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شو يقول؟ يقول النوم أخو الموت، ألا فمن نام فقد مات. ولهذا يعبر عن الموت أو يعبر عن النوم بالموت الأصغر، الموت الأصغر، الموت وهذا الموت الموت الأكبر، والنوم الموت الأصغر. ولهذا من تقعد من النوم مولانا، من تقعد احنا ليلية قاعد نجرب الموت ليلية، زين هسه اشرحها لك انا خلال البحث. من تقعد من النوم اكو دعاء دائما تقرأ حمد، تقول الحمد لله، عن الإمام الصادق عليه السلام، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. هذا الدعاء وهذا الحمد يمتى تقرأ؟ تقرأ من بعد ما تقعد من النوم، لأن احنا ليليا نجرب الموت. زين، ولهذا التوفي هنا بمعنى النوم، والتوفي هناك بمعنى الموت. كم نوع سارا؟ اثنين، التوفي موت، التوفي نوم. الثالث لا، لا موت ولا نوم. الثالث العلو والارتفاع، الصعود إلى العلو والارتفاع يسمونه توفي. آية في القرآن عندنا، عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم، مقتول لو ما مقتول؟ ما مقتول، حي لو ميت؟ حي. احنا عندنا من الأنبياء الأحياء ثلاث، هسه على رواية أربعة وعلى رأي أربعة وعلى رأي ثلاث. زين، من جملة هؤلاء زين عيسى الخضر، بعديه إدريس، والمختلف في إلياس، المختلف في إلياس. الثالث هذول ثلاثة، الخضر هو حي، الخضر حي يعيش في الأرض، ولهذا سمي الخضر خضرا لأنه أينما يجلس أو يضع رجله يخضر ذلك المكان، سموه شنو مولانا؟ خضر. هذا بالقاع. عندنا اثنين في السماء، الأول إدريس اللي الله يقول عنه شنو؟ يقول ورفعناه مكانا عليا، شلناه فوق، يعني وين الآن إدريس عليه السلام؟ في السماء. عيسى عليه السلام شو يقول؟ يقول ما قتلوه، قاعد نتكلم عن التوفي بمعنى الرفعة، زين، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه إليهم. عنه تكملة في آية أخرى شو يقول؟ يقول له يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك وما ميت، زين، رافعك. هنا التوفي بمعنى الرفعة. كم نوع صار توفي مولانا؟ ثلاث، التوفي بمعنى الموت وطيتك آية، التوفي بمعنى النوم وطيتك آية، التوفي بمعنى الرفعة وطيتك آية. زين، أسأل سؤال رد علي، الذي يتوفى الأنفس ياهو؟ الله، الله يتوفى الأنفس، صحيح؟ الذي يتوفى الأنفس ياهو؟ الله. كم ملك الموت شنو شغله؟ ها؟ بأمر من الله، يعني اللي توفى الناس الله. خلنا توجه لي، احنا عندنا التوفي الذي يقبض الارواح ثلاث حسب القران، اللي يتوفى الارواح يتوفى الناس ثلاث، الاول هو الله سبحانه وتعالى، والدليل هي هذه الايه بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان البحث جدا جميل، بس انتم اذا تدققون يا انا اربط شيء بشيء شيء بشيء الان. زين، القرآن الكريم شي عبر عنه، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها. هاي الآية تشير على أن الذي يتوفى ياهو الله سبحانه وتعالى. هاي أخو خرصاني من عدها سهلة. الثاني الذي يتوفى الأنفس ملك الموت عزرائيل قابض الأرواح، وين الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يتوفاكم ملك الموت. كم واحد صاروا؟ اثنين. الثالث لا الله ولا ملك الموت، ها زين، حتى بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، رسلنا يعني الملائكة، توفته رسلنا الملائكة، يعني مو ملك الموت، الملائكة. ايش صاروا؟ ثلاث. إذن الله قابض الأرواح، ملك الموت قابض الأرواح يتوفى الناس، والملائكة تتوفى الناس. هذا شلون مولانا نعدلها؟ شلون بالله نجمع بينهم؟ نجمع بينهم بطريق جدا سلس مولاي، أن الآمر والقضاء والقدر الأساسي للموت ياهو الله سبحانه وتعالى، يأمر من؟ ملك الموت، ملك الموت وحده ما يقبض الأرواح. الآن مثلا تجي لك زلزلة في مكان، زين، أو تسونامي تجي مثلا، ها يموتون 10,000 20,000 30,000 50,000، زين، هذا ملك الموت وين يلحق يخمهم كلهم مولانا؟
حقيقة واحدة طقة واحدة يعني أقل مولاي من ثانية كلها تموت بلحظة واحدة يموتون. زين هذا يفتر واحد اثنين ثلاث، واحد يموت بالمشرق أو واحد يموت بالمغرب، 10 يموتون، 1000 يموتون منا و1000 يموتون منا، وين يلحق يروح ويرجع؟ هذا ما يلحق. زين شو نقول هذه مولانا؟ هذه تسمى الولاية التكوينية. قبل لا أقول لك تسمى الولاية التكوينية. الآن أسألك، لو مليون نفر يموتون بلحظة واحدة، ملك الموت يقدر يأخذهم ولا ما يقدر يأخذهم؟ يقدر يأخذهم. يقدر لو ما يقدر؟ يقدر يأخذهم. زين أنا أسألك الآن، النبي أفضل أو الملائكة أفضل؟ النبي أفضل. أهل البيت أفضل أو الملائكة أفضل؟ أهل البيت أفضل. ولهذا قال رسول الله أن الله أعطى الملائكة عقلا بلا شهوة. قاعد أطلع لك نتيجة حلوة، إن الله أعطاك عقلا، أعطى الملائكة عقلا بلا شهوة، وأعطى البهائم شهوة بلا عقل، وأعطى الإنسان كليهما العقل والشهوة. فإذا غلبت شهوته على عقله كان أنزل من البهائم، وإذا غلب عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة. صح حبيبي لو لا؟ زين، أهل البيت وآل البيت سلام الله عليهم عقولهم تغلبت على من؟ على شهواتهم، واضح؟ فهم أفضل من الملائكة. زين إذا ملك الموت واحد يخم له مليون نفر كلهم يأخذهم بلحظة واحدة وعنده ولاية تكوينية، يعني مولاي إذا واحد مات مثلا في شرق الأرض، مثلا 1000 ماتوا في شرق الأرض أو 1000 ماتوا في غرب الأرض بنفس اللحظة، يقدر يأخذهم ولا ما يقدر؟ يعني يتواجد في آلاف الأماكن بلحظة واحدة. كان ليش إذا نقول الزهراء سلام الله عليها تحضر في كل المجالس في لحظة واحدة ما حد يصدق بينا؟ لماذا الآن لو مليون شخص، لو مليون شخص صاح يا صاحب العصر أدركني، الإمام يوصل للمليون لو ما يوصل لهم كلهم بلحظة واحدة يقدر لو ما يقدر؟ يقدروا ستة، لأن الإمام أفضل من الملائكة. إذا كان ملك الموت اللي أنزل من الإمام المهدي يستطيع ذلك، فكيف الإمام؟ الشمس، الشمس جزء كما يقول رسول الله أن الله خلق نور الشمس والقمر جزء من نور الحسن والحسين عليهم السلام. أو الآن لما تجي للشمس، الآن بالكويت كم بيتكم؟ خير من الله. زين بالخليج كم بيتكم؟ خير من الله. إيران، العراق، نصف الأرض كم بيت بيها؟ الملايين. الشمس كم وحدة؟ وحدة، لكن في كل بيت نورها وشعاعها، صح ولا؟ ودفئها وحرارتها. بيتك بنور الشمس، بيت جارك بنور الشمس، تروح لك كم كيلومتر؟ نور الشمس. وين ما تروح؟ نور الشمس، مع ما أن الشمس واحدة. إذن واحدة زين نورها في كل بيت. القمر واحد، جيب لك مليون طاسة بها ماي، مليون طاسة بها ماي، في كل طاسة شنو أكو؟ صورة القمر. هو واحد لكن في كل مكان صورة للقمر. كذلك الإمام المهدي اللي أفضل من الشمس وأفضل من القمر وأفضل من الكون وأفضل من الملائكة، هو واحد ويستطيع أن يتواجد في كل مكان. زين مع ذلك نرجع للتوفي إخواني، مع ذلك الله سبحانه وتعالى يأمر ملك الموت بقبض الأرواح. ملك الموت عند أعوان، ملك الموت عند أعوان من الملائكة. إخواني أعزائي، كم نفر قاعدين بالحسينية؟ هل أي واحد اللي قاعد، أي واحد بالعالم بمجرد أن يولد، بس يولد الله يخلق وياه ملك، بس يولد أنا أنت أي واحد يخلق وياه ملك. هذا منذ الصغر ويا هذا الإنسان، شنو شغل هذا الملك؟ هذا الملك يمشي وياك، يقعد وياك، تنام يمك، تمشي يمك، وين ما تروح هذا يمك. شنو شغله هذا؟ هذا شبيه لملك الموت، هذا شبيه تحت أمر من؟ أمر ملك الموت. زين يأتي الأمر إلى مليون شخص يموتون، أمر بلحظة واحدة من الله، يا ملك الموت هذول الجماعة خذ روحهم. هو ما يروح، ماذا يصنع؟ يأمر القرناء، كل قرين يجي أمر إليه هذول لازم يموتون. في نفس اللحظة كل واحد يتمثل بشكل ملك الموت ياخذ الروح، واضح مولانا؟ هذا طبعا رأي، الرأي الثاني لا، هو بنفسه يتكفل بقبض الأرواح. زين اللي الإمام السجاد عليه السلام كان قاعد على مائدة
قالوا له سيدي مولاي ابن رسول الله ملك الموت، شلون ياخذ الارواح؟ واحد بالمشرق واحد بالمغرب. الامام كان قاعد مد ايده على هذا الصماط منا ومد ايده على الصماط منا، قال له يدي تصل الى هذا الجانب من الصماط وهذا الجانب، شو الطعام قدامي؟ شلون ما احب اقدر شنو؟ اختار واخذ. قال له ملك الموت الشرق والغرب بيده امام كالمائده امامه، وين ما يريد يقدر يصل اليه، واضح مولانا؟ لان عنده الولايه التكوينيه. زين، اذا مولاي الامر الله الذي ياتمر ياه ملك الموت، ملك الموت هم يامر من يامر الملائكه. زين هسه انا عندي قلم مثلا، هذا القلم مثلا انا عندي قلم اريد اكتب به، زين اسالك جاوبني، هذا القلم كم كاتب به؟ ثلاث كتاب. الكاتب الاول القلم كاتب، القلم كاتب ولا مو كاتب؟ ها قاعد اعطيك مثال يعني حسي، هذا من تكتب تكتب انت تكتب على ورقه، الكاتب ياهو القلم، بعد الكاتب الثاني ياهو اليد، عدل ولا؟ اليد كاتب، القلم هم كاتب، وانا هم كاتب، كم كاتب صاروا؟ ثلاث. انا كاتب لان انا امر اليد، واليد كاتب لانها تحرك القلم، والقلم كاتب لان هو قاعد يجري الحبر، الحبر قاعد عليه مولانا ويكتب، واضح مولانا؟ كم كاتب؟ ثلاث. كذلك قابض الارواح، الله هو الاصل قابض الارواح، الامر من الله، زين المنفذ المامور ياهو ملك الموت، ملك الموت هم مولانا يامر الاعوان اللي عنده، اذا كم واحد توفى البشر؟ ثلاث، واضح حبيبي؟ زين زين، هذا كم توفي صار؟ ثلاث انواع معان من التوفي، والذي يتوفون الارواح هم مشقد؟ هم ثلاثه. زين خلينا نكمل الان البحث. التوفي امر الموت، النتيجه الثانيه اللي راح استنتجها لاهل البيت سلام الله عليهم، امر الموت عند الله. التوفي ياهو يتوفى بالاصل، الله شالها وانطاها الملك الموت، قال له يا ملك الموت انت قبض الارواح. يقدر لو ما يقدر؟ يقدر. هذا المحبس مالي، هذا المحبس مالي ملكي، انا هاليوم اريد انطيه لفلان، تقدر تقول لي لا؟ كيفي انا الملك ملكي وكيفي اريد اشمره بالشط، ما حد يمنعني، واضح مولاي؟ اريد انطيه لفلان او علان، كيفي كيف لو مو كيفي؟ الموت بيد من؟ بيد الله، كيف شالها انطاها بيد من؟ بيد ملك الموت، ولهذا سمي ملك الموت، ملك الموت، لان هو مو ملك الموت بالاصل اللي انطاه هذا الحق ياهو، هو التوفي عند الله بس انطاه لملك الموت، هاي واحد. زين الخالق ياهو الله، صح ولا لا؟ توجه لي النتيجه قاعد اطلع لك، الخالق ياهو الله، الايه شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله خالق كل شيء. إذا الله خالق كل شيء، زين أنطاها لمن؟ أنطاها لعيسى ابن مريم. مثل ما الله يخلق عيسى هم يخلق، مو بكيف يخلق، بإذن الله. آية عندنا، شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأخلق لكم، يا يقول عيسى، وأخلق، شو كلمة؟ هاي الكلمة مهمة، وأخلق، إذا كان الله خالق كل شيء، الآية شو تقول؟ وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فأنفخ فيه فيكون طيرا، لكن شنو؟ بإذن الله، واضح مولانا؟ إذن الخلق الخالق الله شالها انطاها لعبد من عبيده هو وياه عيسى ابن مريم، هاي اثنين. ثلاثة، الذي يحيي ويميت ياه الله، المميت المحيي الله سبحانه وتعالى، زين الله تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، الذي يميت ويحيي الله سبحانه وتعالى، شال انطاها لعبد من عبيده ياهو هم عيسى ابن مريم. ايش قال؟ قال واحيي ياهو، يقول عيسى واحيي الموتى باذن الله. عجيب ها، الخالق الله انطاها لعبد من عبيده، الذي يحيي الله انطاها لعبد من عبيده، الذي يتوفى الله انطاها لمن؟ لعبد من عبيده. تعال اعطيك الرابعه، علم الغيب، عالم الغيب ياهو الله سبحانه وتعالى، ولهذا شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاه الغفيله، ايش تقرا الركعه الثانيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وعنده مفاتيح الغيب، شنو؟ لا يعلمها الا هو، صح ولا لا؟ يعني لا يعلمها الا الله، يعني عالم الغيب ياهو بس الله سبحانه وتعالى. بس اذا الله يريد يعطيها الواحد يقدر له ما يقدر؟ يقدر. وش انت بكيفه؟ الله عالم الغيب هو، ايش اللي ينطيها الواحد بكيفه؟ مثل ما انطى الخلق لعبد من عبيده، مثل ما انطى الحياه لعبد من عبيده، مثل ما انطى ولا شنو؟ التوفي لعبد من عبيده، شو يقول؟ في سوره الجن، بسم الله الرحمن الرحيم، عالم الغيب، يعني الله، لا يظهر على غيبه احدا، ما حد يعرف غيب الله الا استثناء،
إلا من ارتضى من رسول. اللي الله يرضى عليه شنطي يطيع علم الغيب، اللي إلا من ارتضى، إلا من ارتضى بعد، اللي الله يرضى عليه ينطي علم الغيب. زين، إذا كان عيسى يحيي، إذا كان عيسى يخلق، إذا كان الله يعطي علم الغيب لمن يرتضيه، زين، ياهو الأفضل، رسول الله أفضل لو عيسى ابن مريم؟ رسول الله أفضل، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من عيسى ابن مريم وأفضل من جميع الأنبياء. وعدنا أدلة هم من القرآن وهم من السنة، اتفاق العلماء سنة شيعة كلها قاطبة المسلمين يقولوا على أن أفضل الأنبياء ياهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان عيسى يحيي، إذا كان عيسى يخلق بإذن الله، رسول الله يقدر له ما يقدر؟ يقدر من باب الأولى. شنو هسه من قياس الأولوية؟ من باب الأولى يقدر. إذا كان رسول الله يقدر، شنو مولانا؟ قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 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 وأنفسكم ياهو نفس رسول الله علي المرتضى. إذا قلنا مولانا عيسى يحيي بإذن الله، يخلق بإذن الله، أخو علي بن أبي طالب أفضل من عيسى ابن مريم؟ علي بن أبي طالب أفضل من عيسى ابن مريم، هذا الدليل من القرآن. زين، والروايات شو تقول؟ التاريخ أقرو مولانا، مريم بنت عمران جاءها المخاض وهي في بيت المقدس، المخاض الطلق، أم عيسى جاءها المخاض، جابت في بيت المقدس؟ لا، قلت طلعي انتبذي، روح إلى مكان شرقي، إنها هنا دار عباده لا دار ولادة. أطلعي، وراحت إلى نخلة وتحت النخلة وجابت، على العموم زين، والقصة طويلة. لكن أم الإمام علي عليه السلام فاطمة بنت أسد كانت تطوف حول البيت وجاءها المخاض، هم إجا النداء قالها أخرجي انتبذي، ها إنها هنا دار عبادة لا دار ولادة، لا بل انشق لها جدار الكعبة وضيفها الرحمن في داره حتى أنجبت علي المرتضى. اللهم صل على محمد وآلي محمد. فلا قياس مولاي، لا قياس. إحنا لما نقول الإمام الحسين شافي، هو أخو ما يشافي، الإمام الحسين يشافي بإذن الله، الإمام علي شافي بإذن الله، الزهراء بإذن الله، الأئمة بإذن الله. إحنا ماكو شيعة هسه ولا واحد، هذا صغيرنا الحد كبيرنا. إذا قل لك الحسين شافي مستغل عن الله، أكو؟ ما عدنا. خلي سمعون يا جماعة، ليش يهوسنا على روسنا 24 ساعة؟ زين، إحنا قاعد نقول يا حسين بإذن الله، يا علي بإذن الله، مثل ما واحد جنازة ميت يجي أخوه العيسى يقول له يا عيسى احيي لي هذا الميت، أنت ليش قل العيسى أخوه؟ قل الله احيي لي هذا الميت، ها؟ خلى عيسى شنو؟ وسيلة، ها؟ كذلك احنا لما نقول يا علي، يا حسن، يا حسين، يا فاطمة، نجعلهم شنو؟ وسيلة، يشافون، يحيون مثلا، هذا كله بإذن الله تعالى. إذن الله سبحانه وتعالى يعطي ما يملكه لمن يشاء من عباده وبكيفه. زين، ولهذا هو عالم الغيب، يعطي لمن يرتضي، ياهو يرتضي رسول الله، الله يرتضي له لا راضي عليه وستة بعدها بعد رسول الله. زين، كذلك الإمام علي، كذلك الإمام الحسن، كذلك الحسين. الحسين الآية شو تقول؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذا كان الحسين راضي على الله والله راضي عليه، الله شو يقول هنا؟ ها، إلا من ارتضى، اللي أنا أرضى عليه شنو؟ أنطي علم الغيب. فإذا الحسين وآل البيت ومحمد وآل محمد عندهم علم الغيب. زين، الله، خلنا نرجع للآية، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هاي شنو مولانا؟ مولاي العزيز، الإنسان له روحان، اثنين روح، من ينام هاي الروح الوحدة بالنوم تنقسم إلى قسمين، روح حيوانية، روح عقلانية. روح حيوانية، روح عقلانية. نام الإنسان، بس هاي تتكلم عن الموت والنوم الآية. زين، نام الإنسان، من ينام يتحلم، يروح إلى حرم الإمام الحسين يزور، يشوف أبوه، يشوف أمه، يروح يزور جاره بالنوم. هذا بالنوم، من يقعد يقول والله ألو شيخنا أنا شفت حلم، هيش شفت وهيش شفت وهيش شفت، هذا منو اللي يشوف؟ هاي الروح العقلانية تطلع، والروح الإنسان الحيوانية
تبقى الروح الحيوانية وين تبقى؟ بالجسد، لكن روح العقلانية تطلع. ولهذا هذا مو روح حيوانية، روح حيوانية من يحكي اكو واحد بالنوم يحكي، تفهم ليش يحكي؟ يحكي خيط وخيط، زين خياط اللحاف ما تفتي من عنده شنو، زين يحكي كل شيء بس كلامه ما هو مفهوم. ليش ما هو مفهوم؟ لان اللي يحكي مو الروح العقلانيه، ايش تحكي؟ الحيوانيه قاعد تحكي، واضح مولانا؟ ولهذا الانسان قلبه ينبض. شيخ انت قلت النوم اخو الموت، اخو الموت بس الموت الاصغر، زين عنده نص على ام الموت، لان نص الروح طالعه والنص الثاني الحيوانيه شنو؟ ضاله. هذا اكو قلب ينبض، زين هو يتحرك بالنوم. اصلا بعض الناس يقومون يمشون بالنوم، وبعض الناس يحجون بالنوم. هذا الحركة وهذا النبض وهذا المشي وهذا الحكي كله ياهو يسوي مولانا الروح الحيوانية. الروح العقلانية وين تطلع؟ خارج الجسد. تروح انت تشوف بالحلم تزور الإمام الحسين، اللي يزور الإمام الحسين يا روح العقلانية، اللي يشوف فلان ويشوف بالحلم شنو يا روح الروح العقلانية، مو الروح الحيوانية. الروح الحيوانية في الجسد، واضح مولاي؟ زين هذا الإنسان صار نصين الروح، نص فوق العقلانية ونص تحت اللي في الجسد، زين اجا الموت، الموت هو نائم. هاي الآية قاعد تشير الى ذلك، زين يقول فيمسك التي قضى عليها الموت. زين اجا الموت قال له يا ملك الموت هذا نايم اخذ روحه، زين شو يسوي؟ يمسك، يمسك يا روح العقلانية، ملك الموت يمسك يقضها، لان هي عندها علاقة وين ترجع؟ ترجع للنص الثاني للتوم، التوأم مالها ياهو، مو ذيك الروح يريد يرجع، ولهذا يقول يمسك يعني يكرها بالقوه خاطر لا تنزل. ها فيمسك التي قضى عليها الموت، الله قالها يكون تموت خلاص، هذا وصل اجله هو نايم. كض الروح العقلانيه، بس يكض الروح العقلانيه تدعو الروح، قال لها تعاي يا تدعيها العقلانيه تدعو الحيوانيه، بمجرد ان تخرج الحيوانيه مات، خلاص مات، مات بعد، لا حركة لا قلب لا نبض لا رموش لا حكي ماكو، يموت خلص، لأن الروح الحيوانية أهم طلعت اتصلت بتلك وراحت بعد خلص، زين مات. إذا لا زين قالوا تكملة الآية ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نفرض هذا النايم ما واصل أجله، إذا ما واصل أجله شو يسوي؟ ها يقول له الروح تجي مرته، فلان اقعد فلان فلان فلان، زين تخضه خضه خضتين مولاي، الروح الحيوانية شو يسوي؟ الصيح للروح العقلان، قلنا تعالي تدعوها، بس تجي العقلانية تتصل بالحيوانية يقعد يفيق يظل عين، نعم تفضلي، هنا وعيه يرجع، كلامه يستعدل، حركته تستعدل. لما كان بس الحيوانية حكية تخربط، ها مولانا، لما كان بس الحيوانية حركته مو صحيحة، لكن لما اتصلت العقلانية بي شنو صار؟ صار موزون، هنا صار كلامه باتزان، حكية باتزان، مشية باتزان، كل شيء موزون يصير، واضح حبيبي شنو صار؟ زين قال فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، واضح مولاي؟ إذن نحن نجرب الموت في كل يوم، كل يوم نجرب، لكن إذا مات بنو آدم، بنو آدم إذا مات زي مولاي العزيز ينقطع عمله عن الدنيا بشكل كامل إلا عن موارد. الصدقة الجارية احنا نعبر عنها، الصدقة الجارية شنو مولانا؟ علم ينتفع به، علم تخليه أسعدنا خطباء أموات، لكن إلى الآن الناس تستفيد تسمع لهم، صح ولا لا؟ المرحوم الشيخ عبد الزهر الكعب الكربلائي كم سنة متوفي؟ زين هواي، لكن إلى الآن يوم عاشوراء إذا ما نسمع مقتل الشيخ عبد الزهر كأنه ما عندنا عاشوراء. يوم العاشر حقيقة هذا الرجل خلد، الحسين خلد اسمه وذكره، زين وكذلك العلماء والفقهاء اللي خلوا كتب خلوا علم، زين الولد الصالح، زين والصدقة الجارية، مسجد حسينية، شيء أي شيء، الذي حتى السنة الحسنة، حتى السنة الحسنة، هذا ابنك أنت لما تجيبه للمجلس وتعوده تقول له بابا لا تحكي بالمجلس، بابا أكو آداب للمجلس، بابا هيك قاعد بالمجلس، أنت قاعد تعلمه، أنت المعلم الأول، باشر هذا ابنك إذا ظل يروح يجي للمجالس بقدر ما هو إلى أجر، أنت أهم هم، حتى لو يموت الأب، حتى لو يموت ويروح الأجر هم يروح وين؟ للأب، اللي علم الولد ياهو الأب. هاي السنة الحسنة، ولهذا دائما نوصي أن نعلم أولادنا حب الحسين عليه السلام،
أن نعلم أولادنا مآتم ومجالس الحسين عليه السلام لكي لا تنقطع سلبية. شنو مولانا؟ استمرار دوما. وأنا أقول أن صوت الحسين وأن اسم الحسين وأن ذكر الحسين عليه السلام عام من بعد عام يشتد ويزداد. الآن احنا مرينا على بعض الأماكن، بعض البيوت، بعض الحسينيات ما كانت العام موجودة، الآن اتفتحت ولله الحمد، وذكر الحسين بدل ما يصير ألف صار شنو 1100 1200، خلي يكثر ذكر الحسين في كل بيت. لا بد أن ينادي كل بيت بلبيك يا حسين. هذا ذكر الحسين، بارك الله فيكم، هذا ذكر الحسين الذي لا بد أن ينبع ولا بد أن ينبض من قلب كل موالي. واضح مولاي؟ كل موالي. وهالليلة هذا الذكر الخالد، تدرون الحسين الله أعطاه سبحانه وتعالى لما قدم الحسين. وهالليلة ليلة مصاب، تعرفون أنتم الغريب منه؟ الغريب البعيد عن أهل، غريب البعيد عن أهله يسمونه غريب. احنا ما سامعين غريب وبديرته غريب. اكو بعض الناس غريب في وطنه غريب، مثل من؟ مثل صاحبة هذه الليلة بنت الحسين، عزيزة الحسين، عفيفة الحسين، يا هي فاطمة، فاطمة العليلة. الله سقط مصيبته مصيبة. اي والله انا بعض الاوقات بس اجيب اسمها اشوف الناس تتأثر، لان صدق مصيبة. زين، ويتحسس هالمصيبة الغريب اكثر. خرج الحسين عليه السلام، ودع الأهل والعيال والمدينة والبيوت كلها، ودعها الإمام سلام الله عليه، خرج بأهله وأصحابه، خلى الظعن مولاي وحرك الظعان، وأخذ سكينة، أخذ رقية، أخذ الرضيع، الكل أخذهم، ترك بنتا للحسين، بنية، بنية فاطمة العليلة، لأنها عليلة لا تستطيع السير والمشي، لم يأخذها الحسين معه. اليوم المصيبة حزينة حقيقة. ها يقول وأودعها الحسين في داره، يقول راح أبا يا حسين خذوني معكم، حالي حال أختي رقية، حالي حال أخي الرضيع سكة، أخذوني وياكم. قالها لا بنية، أنت عليلة، سأبعث إليك عمك العباس أو أخاك علي الأكبر إن شاء الله تعالى. حرك الظعن بالليل ومشى الظعن، وإذا صوت من وراء الحسين، من خلف الحسين، أبا يا حسين، أبا يا حسين، قفوا لي هنيئة. عندك بنية لولا؟ عندك بنية تحسس بها أكثر بعدها؟ سجل اسمك عند الحسين، مو تخجل وتقول المجلس وأنا استحي وقار وخاف صوتي ينسمع، لا لا، هذا الحسين الزهرة قاعدة تبكيها. أبا حسين خذوني معكم. التفت الحسين وإذا بها فاطمة العليلة، ماذا تريدين فاطمة يا أبو حسين؟ وياكم خذوني. بالعافية عليك، اخذوني وحدي بهالوطن لا تخلوني. اخذوني خادمة، خادمة معكم، ها اخذوني وياكم اسرج الخيل، الخيل ولمضعونكم لو تشلشل الليل. الله، نزل الحسين، قبلها الحسين سلام الله عليه، ارجعي بني فاطمة. قالت أبا يا حسين لي إليك حاجة، ماذا تريدين يا فاطمة؟ قالت أريد أن أودع أخي الرضيع. أين المنادي وفاطمة وسيدته؟ حمل الرضيع إليها، خويا خذت، خذت منهم طفلهم وفردت به. راحت خذت الرضيع وركضتها، خذت منهم طفلهم وفردت به، وعيت فاطمة للحرم تنطيب. أخذ الرضيع منها، يقول حرك الظعن راح وظلت غريبة، كتبت كتاب تنتظر أهلها، هسه يجون أهلي. رجعت إلى الدار وإذا بالدار ظلمة، تحفر بشيء، ها تلمست ذلك الشيء. أقول من لولاها؟ ما هذا الشيء؟ تلمست ذلك الشيء وإذا به مهد أخي الرضيع.
بالعافية عليك، اي والله سجل اسمك عند الزهرة، يا زهرة انت تشوفين يا المكسور قلبه يا اللي يبكي، انت سجليهم يا زهرة، سجل الكل. الزهرة نظرت الى الدار، الدار ظلمة ولا لي ولا لي ولا لي، هل راحوا بعد لالج، هل راحوا بعد لالج ولا لي، وزمان من بعد عزهم اخويا ولا لي ولا لي، اريد الزم مهد عبد الله ولا لي ولا لي، وبل كان يسد خلتهم علي. كتبت كتاب فاطمة، جلست على قارعة الطريق، مر عليها مر عليها طارش يذهب إلى الكوفة، إلى أين يا أخي العرب؟ إلى الكوفة، عندي كتاب إلى والد الحسين. أخذ كتاب فاطمة وصل إلى كربلاء في آخر لحظة للحسين عليه السلام. الآن الحسين يريد يبرز، يريد يقاتل، حتى الرضيع مذبوح، أبو الفاضل علي الأكبر وحيد فريد، يقول أعطاه كتاب فاطمة، فضه الحسين وإذا به يبكي بصوت عالي. زينب بكت، الرباب بكت، ايش كاتبه هالبنيه هذه؟ ها الان الكل مذبوحين بس الحسين، ها ايش كاتبه؟ حاضر قلبك لولا، شنو كتبت؟ تذكر فاطمة يا حسين يا اب، اقولها لولا حاضر قلبك، عندك حاجه اطلبها، يا ابا يا ابا، شو تريدين فاطمة؟ يا ابا يا تحب خد الطفيل عني نياب، اين الرضيع مذبوح يا فاطمة؟ السهم مشكوك في نحره من الوريد الى الوريد، تشيم خد الطفيل عني نيابة، يا ابويا لا صديج ولا قراب، يجي من بعدك ويوقف على الباب. رجعت السبايا إلى المدينة، رجعت السبايا، اجى بشر ابن حذلم ينعى الحسين، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرى، صوت صوت صوت، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدا. مر الناعي من دار الحسين، خرجت فاطمة العليلة، أيها الناعي ما الخبر؟ قال لها الخبر عند قبر رسول الله، قالت أنا عليلة لا أستطيع السير، أخبرني. قالها من أنت؟ أنت منو؟ قالت أنا بنت الرسالة، يعرفوني. ياهي ياهي أنت، شوف البيت الثاني، ها أنا بنت الرسالة يعرفوني، أبوي حسين وأهلي ضيعون ضيعوني، راحوا للعراق وما لفوت. ما قالها أبوك انذبح، لأن بنية صغيرة شافه وعليلة، قالها إن أهلك في الطريق، جايين أهلك بالطريق، يعني يقصد الإمام السجاد زينب. إيش سوت مولاي؟ الما باكي هنا يبكي. ماذا صنعت فاطمة؟ فارقة أهلها وسمعت أهلها جايين، خويا ركضت 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 فرش الدار، أبوها ودار عم، الله الله، ركضت ركضت فرش الدار، أبوها ودار عمها، وظلت تنتظر جاية تزلم. فرحانة فاطمة وإذا بالباب يطرق، ركضت فاطمة فتحت الباب، رأت امرأة محدودة بت الظهر معصب الرأس،
من أنت أمة الله؟ أما عرفتيني يا فاطمة؟ عرفت الأولى. من أنت أمة الله؟ أنا زين بلي حجون عن سلية المصايب ما سلن مصايب حسياني الداغنا نزلا على عيوني وعمل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله. اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. على جروحي قمر غافي وانا بروحي نجم طافي.